مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الفقه يمان. سلام الله عليكم ورحمه منه وبركات. في هذه الحلقه من هذا البرنامج نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم، وتفضل بالاجابه عليها فضيله الشيخ الدكتور محمد بن احمد الوزير الوقشي، استاذ الفقه واصوله بجامعه القران الكريم والعلوم الاسلاميه. مرحبا بك شيخ محمد. حياك الله يبارك. اهلا وسهلا فيك. تحيه لك ولي ايضا المشاهدين في هذه الايام المباركه. شيخ محمد، كنا كالمعتاد مع بداية كل حلقة نتحدث عن علوم الفقه، وتحدثتم عن أن علوم الفقه مقسمة إلى قسمين، أيضا لمن فاته متابعتنا في الحلقات الماضية، علوم الفقه عند المتقدمين وعلوم الفقه عند المتأخرين. وذكرنا من علوم الفقه عند المتقدمين آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ذكرنا أيضا أصول الفقه، وذكرنا أصول المسائل وفروع المسائل. اليوم نحن في صدد التحدث عن تخريج الفروع على الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علم تخريج الفروع على الأصول، هذا العلم المقصود منه هو ضبط التخريج، سواء تخريج الفروع على أصول المذهب أو تخريج الفروع على أصول المسائل. والمقصود بالتخريج يعني هو الحاق يعني او الحاق الفرع يعني على ظاهره يعني باقرب الاصول اليه من الاحكام المنصوص عليها، سواء كانت نص مذهبي او نص بكتاب او سنه. من التخريج في تخريج الفروع على الاصول، أغلب المسائل الفروعية التي فروع المسائل التي تكلمنا عليها بالأمس تعود إلى كيف خرجت هذه الفروع، يعني طبقا لهذه القواعد في التخريج. وهذه القواعد طبعا به من هناك من تخريج الفروع الأصول بالنظر إلى القواعد الفقهية، تخريج من نظر إلى القاعدة. وهناك تخريج بالنظر إلى أصول الفقه، بقواعد وأصول الفقه. ويعتمد في التخريج جملة على القياس، يعني الأصل فيه أنه يعتمد فيه على القياس، قياس مسألة على مسألة، مسألة فرعية على مسألة. نعم. فأي مسألة ستأتي أكيد أن لها صورة مماثلة أو مشابهة، فأنا أقوم بإلغاء الأوصاف الطردية وأنظر أقرب الأشباه إلى أينه وأقوم بعملية التخريج. كان العلماء قديما، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، يخرجون على فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الآراء الاجتهادية الذي ذهبوا إليها، الذي جعلناها من فروع المسائل. وكان عندهم ملكة فقهية في التخريج، كانوا لا يخطئون كثيرا، يعني نسبة الخطأ نادر في التخريج. لما جاءت المذاهب توسعت، عرف ما يسمى عند المذاهب بالمخرجين، يسمى المخرجين، مثل الروياني والقاضي حسين وغيره من الشافعية، ويعني كذلك من الحنفية الذين تلاميذ أبي حنيفة يعتبروا تخريج على مذهب أبي حنيفة، الذين زفر وأبو الحسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ومن جاء بعدهم من طبقة المجتهدين الذين كانوا يخرجون على طريقة ومنهجية أبي حنيفة. وكذلك كل أصحاب المذاهب يعني لهم طبقة مخرجين، والزيدية يسموها المحصلون للمذهب. هؤلاء المخرجين كانوا عندهم ملكة في التخريج ما يخطئوش. حدث أن بعض المتأخرين كان بعضهم ما يحسنش التخريج، يقوم بالتخريج ولا يخطئ كثيرا. نعم. فاضطر العلماء أن يؤلفوا كتبا مستقلة، كل أصحاب مذهب أصبح له كتاب تخريج. مثلا من أشهر الكتب تخريج الفروع الأصول للإسنوي، تخريج الفروع الأصول للزنجاني، تخريج الفروع الأصول لأحد الحنا، يعني كل أصحاب مذهب أصبح معه كتاب تخريج، يعني لأجل تدريب القارئ أو المطلع على كيفية التخريج وضبط التخريج فيما يتعلق بهذه المسائل لاستنباط كثير من الصور الحادثة. يعني بدأ ينحى نحو العلم وبعدها أصبحت كتب مؤلفة. وفي الجملة يعني الصلب حق ما يتعلق بعلم التخريج هو إلغاء الأوصاف الطردية
للصورة الحادثة عند التخريج الأوصاف الطردية. فأنا أضرب لهم مثلا يعني من التخريج والذي هو نوع من أنواع القياس لمسألة معاصرة. مثلا يصلي الإنسان وأمام التلفزيون أو أمامها مرأة أو أمام الشيء يشغله عن الصلاة جملة يعني. نعم. فهذه صورة حادثة، ويصلي والتلفون السيار في جيبه وهو مش يعني فيه أصوات وغير ذلك وهو في الصلاة. هذه صورة حادثة، صعب أنك تجد حديث أنه يقول لا تدخل المسجد إلا وغلق التلفون السيار. ما يمكنش، كان ما كانش موجود تلفون محمول في عصر النبي ولا من بعد هذا العصر حديث. لكن هل معقول أنه ليس له حكم في الشريعة؟ نقول ليس له أصل؟ أيوة، نقول له حكم هذا. طيب له حكم. طيب هذا الحكم بماذا سنفعل له حكم؟ نفعل له عملية تخريج حكم على إيش؟ على أصل من الأصول الشرعية التي وردت فيها النصوص. فمثلا ورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال أميطي عني قرامك فإنه شغلني آنفا إيش عن الصلاة. فالعلة شغلني آنفا عن الصلاة، نقول كذلك التلفون السيار شغل عن الصلاة. إذا صلى الإنسان أمام المرأة شغل عن الصلاة، إذا صلى أمام التلفزيون مشغل، وكل أي أمر يشغل المصلي عن الصلاة فإنه يجب عليه إيش إزالته. إذن هذه صورة من صور تخريج الصورة. الإشكالية عند الذي ما يضبطش التخريج بسبب إيش؟ يقول لك أنا أشتي أريد نصا يقول يحرم التلفون هكذا أو التلفزيون أو التلفزيون، لأنه مش موجود، لكن نقول المعنى موجود. فمسألة أن هذا يشغل بالكهرباء وهذاك القرم حقا إيش كان مقرمة، هذا كان يعني في الزجاج وحديد وهذاك ما فيش، نقول له هذه أوصاف طردية لا تأثير لها بالحكم، لأن المعنى في هذا شاغل أشد شغلا من إيش من الكرامة التي كانت لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. جزاك الله خير الشيخ محمد. إذا نأخذ الإخوة المتصلين الذين أيضا يتواصلون معنا. معنا عبر الهاتف أحلام الريمي من صنعاء، مرحبا يا أحلام. أيوة يا شيخ، قال معي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول مثلا الطفل لو ما إحنا نشتي مثلا نوضي وأنا واضية، هو جائز ولا ما شيء؟ طيب بس يا استاذ لو سمحت انا اشتي اسمع الاجابه لانه الكهرباء طافيه. طيب يعني طيب تسمعين الاجابه وتسمعين عليها من قبل. نعم يعني لا باس، هذا طبعا هو الراي الراجح انه يجوز ان الانسان يعني المراه او اي شخص ولو كان على وضوء انه ينظف ولده ويغسله معه يتنظف وكذلك بعد ما يوضي. وهل ينتقض الوضوء لانه في مس ذكر؟ الجماهير يعني الشافعي الحنفية والزيدية وقول عند المالكية باعتبار الشهوة، وهو رأي شيخ الإسلام تيمية على أنه لا يؤثر هذا، وهو اختيار الإمام ابن قدامة على أنه ما يؤثرش. ولكن الشافعي والحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء لأنها تضطرني تمس فرجة أو تمس فرجة الطفل هذا. وقد ورد الحديث من مس ذكره يعني من باب أولى ذكر غيره، أو من مس فرجه فليتوضأ، وكذلك من باب فرج غيره. لكن الراجح أنه لا ينقض لأن الشهوة غير موجودة والمعنى الشرعي في هذا غير موجود، فالظاهر أنه لا ينتقض الوضوء على الراجح فيما أظن. الله أعلم. شكرا لك يا أحلام. معنا علي محمد من صنعاء. ألو. أيوة علي تفضل. ها. نعم أنت في برنامج الفقه، من هل لديك سؤال؟ أي علي. هلا. عندك سؤال؟ طيب معنا متصل آخر. طبعا يا شيخ محمد يعني هذه المسألة لو فصلنا فيها قليلا، حتى يعني مس الإنسان لفرجه يعني هذا هل ينقض الوضوء؟ أما مس الإنسان لفرجه هو فأرجح الأقوال القول بأنه ينقض الوضوء مطلقا، يعني لأن الحديث ورد من مس ذكره فليتوضأ. وهناك حديث إنما هو قطعة من، إنما هو بضعة من، حديث طلق بن علي. نعم لكن الراجح في هذا لأنه هذا حكم ناقل عن البراءة الأصلية والشريعة لا زالت في تجدد، ولذلك العبرة أنه يعني إطلاق النص أنه من مس ذكره فليتوضأ يعني تدل على أن الإنسان لو حدث أنه مس فرج الذكر أو أنثى مس فرجه على أنه ينتقض وضوءه باعتبار أنه آخر الأحكام الشرعية، وباعتبار أنه يعني يقع للإنسان هذا وإطلاق النص. إطلاق النص. نعم. طيب معنا سعيد الحاشدي من سقطرة. أهلا يا سعيد. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. الله
فايز تفضل يا فايز. انا سؤال للشيخ. نعم ارفع صوتك يا فايز. معنا سؤال للشيخ يا اخي لو سمحت، وهو هل مثلا يا اخي على محل التصميم والطباعه، محل التصميم والطباعه يعني ما فيش تجاره ولا شيء، الا يعني مثلا محل تصميم كندو ترى طابعه مثلا مكتب للتصميم والطباعه، واضح يعني ما فيها واضح تجارية. ماذا عنه؟ هل على هذا المحل الزكاة ويعد محل تجاري وعليه زكاة؟ طيب. والسؤال الثاني الأراضي مثلا أنا اشتريت أرضية، هل عليها يعني عليها زكاة إذا حال الحول؟ وهل الزكاة عندما يشتريها بثمن اللي عندما يشتري أو عندما يبيع؟ هو يبيع ويشتري فيها؟ ايوه اللي اشتراها مثلا اشتريتها ويشتريها يعني للسكن يا فائز، ام يشتري ويبيع في الاراضي؟ لا يشتريها واحتمال يبيعها، احتمال لو احتاج او جاء كذا يبيعها يعني مش طيب انه اشتراها يخفيها. تسمع الجواب يا فائز. وبقي معي سؤال يا اخي. تفضل يا غالي. هل على بقي سؤال يا استاذ. تفضل يا غالي. السؤال يا اخي هل عند مثلا هل فلوس مش ذهب ولا شيء، فلوس متروحة مثلا في البيت أو في البنك، هل عليها زكاة؟ وكذلك ذهب النساء حق الزينة هل عليه يعني زكاة؟ ونشتي نسمع الجواب. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. يلا شكرا يا أخي. معنا هديل من إب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا هديل. عندي كم أسئلة ممكن؟ تفضلي. هل يجوز لبس القصاري تحت الركبة أمام النساء؟ هل يجوز؟ لبس القصاري لا ركبة تحت الركبة أمام النساء. لبس ماذا؟ القصاري لا تحت الركبة يعني فوق. ها فقط تحت الركبة. نعم يعني بدون سروال. إلا يعني فوق. السؤال الثاني. هل يجوز الظهور أمام أولاد العم أو الخال؟ نعم هل يجوز الظهور أمام الأولاد العم أو الخال؟ الخال. نعم. والعم. طيب السؤال الثالث. هل يجوز صبغ الشعر بصبغة سوداء فقط في إخفاء الشيب للرجال أو النساء؟ طيب يعني طبعا نحن في زمن لا نستطيع التفرقة بين الأناشيد والأغاني، فلذلك هل ننظر إلى الكلمات أو الموسيقى لكي نفرق بينهم؟ شكرا لك يا هديل. شكرا لك. معنا متصل اخر. نعمان من فايز، اهلا يا نعمان. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. السؤال هو يعني هل للذهب المهدى الفضة يعني زكاة؟ الذهب المهدى. أيوة، امرأة واحدة لها زوجها الذهب وهو يشوف المستشفى. وضح السؤال. للذهب المهدى الزكاة. والسؤال الثاني. سؤال آخر يا نعمان. صليت صلاة العصر ونسيت التشهد الأوسط، فما هل أعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ ما فهمت السؤال الثاني. صليت صلاة المغرب. لو يعني يتم إعلاء الصوت في الاستوديو. صلاة المغرب نسيت التشهد الأوسط، فهل الصلاة صحيحة أم أعيد الصلاة؟ صلاة المغرب بدون التشهد الأوسط. أيوه. طيب تسمع الجواب يا نعمان. شكرا لك. أبو مشعل من مارب، تفضل يا أبو مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة. كيف حالك؟ حياك الله يا غالي. بس يا طيب نشتي نسأل بعضهم يرقد إلى الساعة 4. تفضل، مش عارف ليش الصوت ضعيف، تفضل ارفع صوتك. بعضهم يرقد إلى الساعة 4 أو 5 العصر ويقوم يصلي يعني على مزاجه هكذا بدون يصلي الظهر والعصر. أيوه جمع. طيب سؤال آخر يا أبو مشعل. أيوة سؤال آخر. شكرا لك يا أبو مشعل. طيب نجيب. طيب محمد صالح من الأشمور.
تفضل يا محمد. علي محمد صالح من النجمور. علي اهلا يا علي تفضل. حياك الله. هلا. يمكن نشارك معكم؟ شارك في برنامج الفقه يمن تفضل، عندك سؤال؟ ايوه سؤال ما سالك سؤال. شكرا جزيلا لك يا علي. طيب نجيب على الاسئله اللي بين ايدينا يا شيخ. نعم. احلام الريمي اجبت على سؤالها بخصوص طفل. معنا كان فايز الحاشدي من سقطرى يسال عن ان له محل تصميم وطباعه، هل هذا محل يعني يجب عليه الزكاه فيه؟ هو لا يجب، يعني الاشياء الثابته هذه لا يجب فيها الزكاه، لكن الدخل حقها يحسب الدخل حقها. دخلها من المجهود الذاتي الذي يعمل. ايوه الفلوس. نعم. الذي. أيه. بيعمل فيها. يعني يكون اكيد انه مع النظام محاسبي بيحسب في الى نهايه العام اذا كان مع موجود. فاذا كان مجموع ما بيكسبه او بيكون له ارباح المجموع ايوه يبلغ نصابا، يعني يبلغ اكثر من 700,000، يعني ما يعادل نصاب الذهب 5-8 جرام، ما يعادل قيمه نصاب الذهب، فيجب ان يزكيه. اذا كان اقل ما بمشي عليه، اذا كان اقل من ذلك ما بمشي عليه. ربما مشابه له ايضا اصحاب الحلاقه، صوالين الحلاقه ايوه كذلك اي الاعمال يعني مكاتب المقاولات يعني الاشياء التي لانها اصلا ايش بتكون مصدر من مصادر الدخل. هذا الدخل اذا دخل ومال نامي، مال نامي، فإذا دخل في نهاية العام يحسب، كان دخله أكثر من 700,000 يزكي. جزاك الله خير. أيضا يسأل عن الأراضي، إذا اشترى واحد أرضية له وبعد ذلك فكر يبيعها يعني. لا يعني إذا اشترى أرضية بقصد التملك أو البناء عليها فلا زكاة فيها، لكن إذا اشتراها بنية أنه يرتفع ثمنها و ثم يبيعها فيجب عليها الزكاة كل عام، كل عام يثمنها بسعر يومه، كل عام عندما يأتي على الحول يحسب كم قيمتها بسعر الزمن والمكان ويضيفها للفلوس حقه ويزكيها. يسأل أيضا هل الفلوس المطروحة في البنك أو الذهب الموجود عند الزوجة عليه ما زكاة؟ نعم بالنسبة للفلوس الموجودة في البنوك هذا يقين، يعني إذا كانت نصابا وحال عليها الحول أو كانت في الخزائن أو في البيوت نصاب يعني 700,000 أكثر. نعم. وحال عليها الحول يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر 2.5%. وأما إذا كانت يعني أما الحلي ففي خلاف طبعا كبير، هناك الجماهير يرون أنه لا زكاة فيه، لكن أرجح الأقوال هو مذهب الحنفية وهو مذهب الزيدية ومذهب جميع علماء اليمن، الشوكاني والأمير والجلال والمقبلي والوزير، وهو اختيار القاضي عمراني على أنه يجب الزكاة في الحلي لورود الحديث الصحيح الثابت أنه امرأة جاءت في يدها حلقتين عظيمتين فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال سواران من نار. هذا صريح في أنه يجب الزكاة في الحلي، فيجب الزكاة في الحلي. إذا ما كانت زكت إذا ما كانت زكت زكت فيما مضى بناء على فتوى سمعتها. نعم هناك بعض الناس يفتي بعدم وجوبها. نعم. على هذا هو. إذا استفتت عالم وقال أنه في فيما مضى على أنه لا يجب عليها، تتحمل مسؤوليتها من أفتاها ولا تزكي. ولكن أنا بالنسبة لي أميل أنه يجب الزكاة على هذا الأمر، وهو الرأي الراجح لورود النص به. جزاك الله خير. هديل من إب تسأل عن لباس المرأة إلى نصف الركبة، إلى تحت الركبة. نعم يعني المرأة الأصل فيها أنها أمام النساء طبعا. طبعا هذا يعني عورتها جميع جسدها جملة يعني أمام الناس يعني، لكن أمام النساء الفقهاء يقولون أن يعني إذا كانت هذه النساء يعني مؤمنات صالحات فعورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، يعني مثل عورة الرجل للرجل. فلو لبست قصير إلى تحت الركبة يعني تحت الركبة وهي بين عند نساء ملتزمات مع قمنشي يروحن للبيوت ويقول أنا بسرنا فلان ولابس ويصفنها فهذا لا. أما إذا كانت عاد حضور أعراس أو مناسبات عامة وهي بهذا الشكل وهنا يأتي فيها النساء الصالحات وغير الصالحات، فجماهير الفقهاء يقولون لا ينبغي أن تظهر، يعني تلبس حاجة مغطية لجسمها كله حتى لا يرى فيها يعني يرى منها ما لا يجوز أن يرى، حتى لأن هؤلاء النساء الفواسق والفاجرات قد ينقلن هذا المرأة وشكلها ويصفنها للأجانب، فهي بهذا الشكل بتعين فلا تفعل، تعرض نفسها للخطر. نعم. لكن إذا كانت بين النساء صالحات أو النساء ما ينقلش مثل هذه الأمور يعني تكتمن فيه، فيعني هي امرأة لامرأة ما في مشكلة. هناك لباس أيضا للمرأة يعني موجود في بعض الدول العربية وموجود ربما نادرا عندنا في اليمن، أن تلبس المرأة الحجاب وتلبس
لباس إلى نصف الركبة وتلبس بنطلون تحت هذا العداء. يعني إذا قد كان ببنطلون ما بيش هناك. نعم لكن هو إلى نصف الركبة يعني. حتى بعضهم الزي المدرسي عند طالبات الثانوية خصوصا في بعض المدارس بهذا الشكل. ليس فيه إشكال؟ لا فيه إشكال يعني. لا الخروج فيه. نعم لابد أن طبعا إشكالية أخرى أن هذا السراوي الذي تلبس لابد أن تكون واسعة. حتى إن كانت واسعة يعني ليس. نعم إذا كانت واسعة لا تصف ولا تشف. لا يرى منها البدن ولا هي ضيقة فالظاهر أن في المسألة السهلة. اللهم غطاء البدن إلى الركبة. نعم ما في مشكلة. ما في مشكلة. جزاك الله خير. تسأل أيضا عن الظهور أمام الخال والعم وأبناء الخال وأبناء. لا الخال والعم من المحارم فلا بأس أنها تظهر وهي بزينتها لأن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن يعني. ذكر من ضمنها كثير من المحارم الخال والعم يحرم عليها تحريما مؤبدا فلو ظهرت وهي بشيء من الزينة فلا مانع. أما أبناء الخال وأبناء العم فلا يجوز أبدا لأنهم ليسوا بمحارم لها وهم أجانب لأنهم يجوز لهم يتزوجوا بها فلا يجوز لهم يجوز لها أن تظهر وهي بهذه الزينة. تسأل أيضا عن صبغ الرأس للشيب. هذا الصبغة يعني هو لا بأس أن الإنسان يغير لون الشيب بأي لون إلا السواد لورود النص فيه. طبعا حديث غيروا هذا وجنبوها السواد زيادة جنبوها السواد في رواية مسلم متكلم فيها عند الحديث من الرواية المعلة فمنهم من يقول يجوز التغيير حتى بالسواد لكن ورد حديث أن في آخر الزمان سيأتي على الناس يعني كأنهم كحواصل طير خضر يعني سودو يعني يصبغون لحاهم بالسواد هكذا فهي من الأشياء الذي يظهر فيها أن الشريعة تتجه إلى ذم أن الإنسان يغير بالسواد خاصة إذا كان السواد هذا فيه نوع تغرير يعني تكون المرأة ليست مزوجة فجو يخطبوها وتقوم إيش تغير مثل هذا بحيث أنه هو يعني لو علموا ربما يقبلوش الزواج بها فهذا فيه تغرير. كذلك المرأة عندما تظهر أمام الناس أو شيء يعني مثلا أنها عادي لا زالت شابة فتكون تطلب وترغب وهي في الحقيقة قد أصبحت شيخة أو شيبة ولو عرفت هذا كذلك أي أنواع من أنواع التغرير للمرأة لا يجوز. ذكروا أن الإمام الحسن بن علي تقريبا كان يصبغ لحيته نوعا من نعم حملوا الأحاديث فيها بعضهم على الكراهة حتى الأحاديث هذه وردت لكن يعني الأولى طيب عندما يكون شاب ولحيته بيضاء أو شعره أبيض ليس عيبا ورد في الحديث أن الشيب نور المؤمن فلماذا يتحرج الإنسان من الشيب ولذلك ورد الحديث في النهي عن نتف الشيب ليش لأنه نور. كذلك عندما تغطي بالسواد كانك تغطي النور التي هو نوع بهاء الشيب في شعر الفتاة عيب يقولونها هم هكذا يجعلونه وإلا فليس عيبا لأنه خاصا في هذا الأيام من الذي ما عاد يشيبش يعني في الظروف هل هم يصبغوا بالأحمر والأخضر والأصفر شعور البنات لا بأس يعني هذه الصباغات بغير السواد المسألة فيها سعة حتى السواد مع الكراهة السواد مع الكراهة فقط. نعمان كان يسأل وهو منتازع عن الذهب المهدى الذهب المهدى من قبل الزوج لزوجته هل فيه زكاة؟ طبعا يدخل نفس الحكم السابق في حكم زكاة الحلية الراجح وجوبها. يسأل أنه صلى المغرب بدون التشهد الأوسط هل عليه شيء؟ الصلاة الصحيحة ولكن يسجد للسهو إذا ما سجدت للسهو خلاص الصلاة الصحيحة يعني مرة ثانية إذا وقع في مثل هذا هذا المرة يعني يسجد للسهو. أبو مشعل كان يسأل عن أن بعضهم ينام إلى الساعة الرابعة عصرا ثم يقوم ويصلي الظهر والعصر يعتاد على هذا في رمضان نظرا طبعا هذه مخالفة كبيرة يعني الأصل فيها الإنسان مش دائما يصلي الظهر وعصر واصل لكن لو حدث أنه نام مرة مرتين لا بأس. أما أنه يجعل الصيام المفروض أنه كالصوم يكون شعرنا أن هذا شهر الصوم لا شهر النوم فلا ينبغي الإنسان أن يجعل صيامه نوما. لماذا؟ لأنه لا يتحقق مقصود الصيام في ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. طيب لو يعني فصلنا في السؤال الأول وكان مهما اللي هو مس الإنسان لعورته إذا مثلا حك أو كان يغتسل وفي نهاية الغسل وقعت يده في عورته من غير قصد أو شيء من هذا القبيل يعني بباطن اليد أو يعني لأنه يقع كثيرا من الناس مثل هذا هل يبطل وضوءه؟
طبعا الذي بيغتسل من الجنابة إذا اغتسل من جنابة فهو الجنابة تقوم مقام الحدثين، الجنابة تقوم مقام الحدث ترفع الحدثين، فإذا مس ذكره أثناءه أو بعد انقضائه فالراجع أنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه فيعيد الوضوء بقصد أو بدون قصد، بقصد أو بدون قصد، لأن بطرف اليد أو يعني هناك نعم تفاصيل للشافعي يقول إذا كان ببطن الكف دون ظاهرة، لكن ما بيش أي دليل يدل على هذا التفصيل، أي مس يعتبر نعم ناقض الوضوء. ورد حديث من أفضى بيده إلى فرجه، أفضى والإفضاء يدخل فيها اللمس بالظاهر وبالإيش وبالباطن، فلو حدث يعني يرجع بعد ما يتم يغتسل يتوضأ مرة أخرى لو حدث هذا المس. جزاك الله خير يا شيخ. إذا مشاهدين الكرام سنخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج الفقه يمان، والذي من خلاله نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم، ويتفضل بالإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا بك يا شيخ. أهلا مرحبا. سنأخذ الأسئلة الميدانية التي طرحها جمهورنا في الميدان ونجيب عليها، ثم نستقبل أيضا أسئلتكم واتصالاتكم مشاهدين الكرام. نتابع وإياكم هذه الفقرة. هل قطرة العين أو الكحل أو قطرة الأذن تفطر؟ أنا عندي سؤال للشيخ، شيخ قناة سهيل المفضلة لدى كل اليمنيين الثوار والأحرار، يقول هذا السؤال: الرجل إذا حلف اليمين دون أن يعقده في قرارة نفسه، هل هذا اليمين الذي عقده من باب التحذير لزوجته أو لغيره، هل وجب عليه الكفارة أم وقع الطلاق أو شيء من هذا القبيل؟ باب التحذير بس. يعني تقصد الحلف بالطلاق؟ لا، الحلف بأي شيء كان باب التحذير بس، دون أن يعقده في قرارة نفسه، ماذا وجب على الحالف؟ السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، طاردة للشيطان. أنا أشتي أسأل عن السواك، هل بقايا آثار السواك في الفم يؤثر على الصوم؟ وما مولاه بما التزم قبل النفس. إذن شكرا لجمهورنا أيضا في الميدان على هذه الأسئلة. معنا الآن سؤال متصل، أم محمد من إب. أهلا يا أم محمد. فقدنا الاتصال بأم محمد. معنا محمد من صنعاء. محمد يا محمد. أيوة. تفضل ضع سؤالك. يعني أسأل الشيخ على ضوء. تفضل الشيخ معك. نعم الشيخ معك، تفضل يا محمد. نعم يا أخي أسأل الشيخ لو سمحت. نعم تفضل، رفع صوتك. أنا تلفوني تلجدت هذا ولا أيوة تلفوني تلجدت. نعم واصل السؤال، واصل السؤال. يعني معنا التلفون درجات هذا لأن فين لمس يعني فين آية القرآن يعني سورة الكاف وبيدرسوا فيهن وهم جنابتهم. طيب تسمع الجواب، عندك سؤال آخر يا محمد؟ بالله. شكرا، تسمع الجواب يا محمد. أيضا معنا عبد الرحمن من صنعاء، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليك السلام، شهركم مبارك علينا وعليك إن شاء الله. يا أخي العزيز، بالنسبة لمريض السكر يعني إذا أيوة. كان يوصل لمرحلة الغيبوبة في كل يوم، يعني ما يجي الظهر العصر لو يدخل مرحلة الغيبوبة في الصيام. طيب فطبعا يعني قالوا عليه كفارة يعني طعام مسكين في أن كل يوم. نعم. نشيء التوضيح في مسألة الطعام هذا، هل يكفي أنه مثلا صاع من بر أم مسألة أنه يعني ضروري أكله رز طبيخ كذا، تكون الصورة واضحة يعني حتى يستطيع أنه يكفر. طيب يا عبد الرحمن، عندك سؤال آخر؟ طبعا رمضان كامل لا يستطيع الصيام تماما يعني.
اها عندك سؤال اخر يا عبد الرحمن؟ الله يجزيكم الخير. شكرا تابعنا ان شاء الله تجد الجواب. الله شكرا جزيلا. من معنا؟ طيب من ضمن اسئله الميدان يا شيخ كان معنا الاخت تسال عن قطر العين والكحل. هل العين هي منفذ الى الجوف للاتصال بحيث يصل الحلق؟ اما بالنسبه للانف نعم، فاذا فالقطر للانف فهو يقين انه ينزل للحلق فيفطر، فلا يجوز استخدامه في رمضان. واذا كان الانسان مريضا قطر الانف ايوه قطر الانف ويحتاج فيه الى القطر للانف فيعني يفطر، هو من حقه يفطر ويقضي. نعم ويقضي بدل ذلك. اما بالنسبه للعين والاذن، اما بالنسبه للعين والاذن هي محل خلاف، فمنهم من يرى من جعل ان العين كذلك هي منها ما القناه الدمعيه تدخل الى الانف وتصل الى الحلق جعلها من المفطرات، وكذلك الاذن عن طريق قناه السكيس وغيرها. فهذا فهي تنزل يعني اذا نزلت الى الحلق والشعر بطعمها في حلقه فانه يفطر، اما اذا كانت لا ما تنزلش ولا يشعر بطعمها ظهرني لا تفطر ابدا. جزاك الله خير. معنا ابو محمد من حضرموت. تفضل يا ابو محمد. ابو محمد طيب قطع. معنا علي محمد بن شبوه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا يا علي وعليك السلام والرحمه. حياك الله اخي مساني سهل الشيخ. اهلا وسهلا الشيخ معك تفضل. شهر مبارك يا شهر مبارك يا شيخ. الجميع ان شاء الله. يا شيخ انا سؤالي تقريبا قد بس احاول اوضح لك في شيء من التفصيل. تفضل. اذا واحد ما فلوس يعني بيشتري عقار، بس العقار هذا بيفكر في راسه اذا في المستقبل حصلت له يعني وفرت له سيوله بيبني، او مثلا بيبيع جزء ويبني جزء. فانت قلت قبل شويه اذا هو ناوي التجاره بيدفع عليها الزكاه، واذا هو ناوي يبني فماشي على الزكاه. فهذا تفصيل. الحاجه الثانيه طيب. لو واحد منه مبلغ من المال بلغ النصاب دار عليه الحول، بس هو في يعني يشتري عقار يعني بحيث ان يبني له ارضيه او يبني له بيت، هل على الفلوس هذه زكاه او لا؟ طيب اذا تسمع الجواب بنوع من التفصيل يا علي. شكرا لك. معنا محمد علي من السعوديه. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام. اهلا يا محمد. يا اخي معي سؤال للشيخ. ايه الشيخ معك تفضل. يا اخي انا رحت عمره واول عملت عمرتين قبل هذه، وهذه العمره الاخيره قلت باشر فيها بنت اختي توفت، وقلت نيت العمره انا نيتي لي ولا بنت اختي، هل جايز؟ طيب عندك سؤال اخر؟ تفضل. شكرا الله يخليك. شكرا يا محمد. طيب يا شيخ كان مع يعني من ضمن أسئلة الميدان يسأل سائل الرجل يحلف اليمين ولا يعقده، ولا يعقده، قال لا يعقد اليمين يعني بحكم يقول أنه للتهديد أو للتخويف. إذا كان بيحلف يقول والله العظيم ولا يحمل فيه على التهديد، يعني الفقهاء يخرجوا غربس ما يسمى بلغو اليمين. لغو اليمين هو الإنسان الذي يقول لا والله وبلا والله والله ما بلنا تفعل، إن تخرج الكلمة من لسانه ما يشو قاصد ما لا يدري أنه يحلف، حتى تقول أنت لم تحلف فيقول لا لا ما خش قصدي. يعني بعض الأمهات تقول لابنها والله ما فاتت لك، أو والله لا ذبحك، والله لا ذبحك، والله لا هكذا. هذه أي نعم هذه من لغو اليمين، لأنه ليست مقصود بها اليمين أصلا يعني. لكن هذا الشخص الذي خاصة أنه سأله الحرام مطلق، فيقول مثلا بعضهم يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، حرام مطلق لا تفعلي. هذه ألفاظ من ألفاظ الطلاق يعني، وألفاظ يعني وليست مراد بها الأيمان. يقول لك أنا أردت بها التهديد، بس أنت بتطلق ما بتهددش، أنت بتعلق شيء على طلاق. فلا عبرة في النية خاصة في الطلاق، لأنه من الألفاظ الذي لا يحتاج إلى النية. وذلك ورد في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من ضمنها الطلاق. يعني يكون قال يقول أنا هذا الشخص الذي هازل وما يقصدش، ما كان يقصد الطلاق، لكن لا ينظر فيه إلى نيته، ينظر فيه إلى التلفظ نفسه. فلذلك يبتعد الإنسان عن الطلاق. والأيمان إذا قال والله العظيم منعقد عقدت. طيب يا شيخ في موضوع الأيمان كذا باختصار، البعض يقول أن يعني يحلف اليمين ونيته غير نية المحلف، مثلا يقول له أقسم بالله ما في جيبي 100 وبجيبه 1000 ريال مثلا. هذا يعني هي تسمى تورية،
هذه التورية والحلف مثل هذا الحيل إذا لم يكن فيها أخذ لحق للغير، يعني فيها تحيل، لأن بعضهم إذا ورب ما يؤدي إلى أكل أموال الناس فلا يجوز. أما إذا كان يدفع شيء عن نفسه يعني ويريد ما يشتي، شخص بيقول له يعني اعطني فلوس وكذا وما يريد أن يعني يقول لا أنا نعطيك، يقول لك يعني ما فيش في جيبي ولا ريال، ويقصد ريال حقيقي. ريال واحد أيوه. وهو يعني ربما معه الآلاف لأجل دفع هذا الشخص، هذا لا طيب ليس. إذا استحلف آخر. إذا استحلف ما دام تورية وليس يترتب لا إذا استحلف على... يعني مثلا اختلفوا فقال احلف أنك ما أخذ هذا الشيء، فأحلف أنه ما أخذه هو لكن ترك واحد آخر يحلفه، نفس الكلام يعني. نفس الكلام إذا كان فيه أمر يترتب على أكل أموال الناس أخذ شيء من حق غيره دفع عنها واجب، هذه فالنية على نية المستحلف على نية الذي بيحلفه. لكن إذا كانت المسألة تورية لدفع شخص وليس فيها أخذ لأي مال من حق شخص آخر فلا فليس فيها شيء. جزاك الله خير. من الأسئلة الميدانية كان، وهذا قد أجبنا عليه كثيرا، ربما آثار السواك في الفم يعني هذا في بدايته عندما يعد بيلوك اللحاحك وبدايته يتفله فقط، بعدها يتسوك عادي. وإذا كان بقايا تفتت السواك يعني يتفله دائما يخرج شيء يتفله يعني في بدايته، وبعدها إذا خلص قد أصبح يعني ما عاد فيش هذا كثير الطعم حق السواك يعني عادي. طيب محمد بن صنعاء يسأل عن التليفونات الحديثة، بعض الناس يقرأ من، بعض الناس يتابع الإمام في التراويح من، بعض الناس يعني يعتمد عليه كثيرا. لا مانع من قراءة القرآن في التلفونات السيارة، أنا أخشى أنه يأتي يوم من الأيام ما عاد نحتاج فيها إلى الكتب والمجلدات والهذا، خلاص يعني قد ستأتي الأمور الكتب الإلكترونية ستغني الناس يعني قد ربما. هذا ما هو حاصل الآن ربما يعني في بعض الدول، احنا عندنا لا زال استخدام الانترنت والكمبيوتر يعني نسبي مشوب بشكل كبير في الريف والمناطق يعني الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن، لكن مستقبلا سيأتي كل الناس يعني، فلا مانع انه يقرأ القرآن في التلفون وهو قراءة قرآن وهو مأجور فيه، ويترتب كل أحكام المصحف ونظر في المصحف يعني ونظر في المصحف ولا الأحكام. عبد الرحمن من صنعاء يسأل عن مريض السكر الذي يصل مثلا إلى الرابعة عصرا ويصاب بالغيبوبة بشكل مستمر، هذا هل عليه كفارة؟ نعم يطعم عن كل يوم مسكين. كيف يعني يكون الإطعام؟ هل الإطعام من بر؟ نعم لا هو بر، الإطعام إذا أطلق عند الصحابة يعني مدين، وإذا بالغ يعني يفعل أربعة أمداد خروجا من الخلاف حق بعض الفقهاء. بالكيلو كم؟ يعني إذا هي بالبر تصل إلى حدود 3.5 كيلو تقريبا يعني. العموم هو يجربه يعني يمكنه يغرف بالبر 4 غرفات، لكن إذا كان كف الصغير يفعل 5 إذا ما شو كف الكبير يعني، فيفعل 5 غرفات هذا إطعام عن يوم، وبهكذا يفعل عن كل يوم مثلا يكون يجلس 4 أيام 5 أيام ويفعل له غرفات بهذه ويخرج بالكيس هذا يعطي لأسرة فقيرة أو أسرة مسكينة وانتهى. جزاك الله خير. طيب نأخذ اتصال من علي الأشموري من عمران، تفضل يا علي. أيوة علي تفضل، السؤال الشيخ معك، ضع سؤالك. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. السلام. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل اسأل. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يسلمك ويعافيك. مبارك عليكم الشهر. الجميع. الله يعطيك العافية يا أخي. أبغى أسألك هنا سؤال يعني الركعة النافلة. نعم. النافلة هل يجوز يعني جائز أن تقرأ فيها السورة الفاتحة ثم آية أخرى أو أكتفي بالفاتحة؟ طيب سؤال آخر يا علي. علي سؤال آخر. خلاص. طيب معنا أحمد عيدروس من شبوة، هو شعرت انه ربما المتصل كان احمد عيدروس من شبوه من خلال اللهجه. طيب علي محمد من شبوه كان يسال عن ان معاه فلوس يشتري به عقار، واذ وهكذا اذا توفر معه مبلغ بنى على هذا العقار او بنى على جزء منه وباع الاخر او شيء من هذا القبيل. هو الان لابد ان مثل ما قد كان هو قد يعني سمع الجواب حقنا السابق وراد الاستفصال، فنقول له الان انت يعني لابد ان تحدد النية، ما ينفعش تقول انا والله كان قصدي ما قصديش، ما ينفعش يعني. انت الان اشتريت بقصد التملك ولا بقصد انك انت تتاجر به؟ واحد منهم يعني، يعني يقول انا اشتريت بقصد اني املكه، انا اشتي ابني فيه،
لكن لو وجدت خلاص نقول انت اشتريت. لو وجدت لو ما استطعتش لو لا تدخلش لو تحت عمل الشيطان. انت اشتريت بقصد التملك، لكن اذا اشتريت بقصد انك انت ترجع تبيعه فهذا يجب فيها الزكاه مثل ما قلنا هذا. فلذلك ما عاد لا تفتح تقول لو احتمال الاحتمالات لا الاحتمالات لها احكام اخرى. نعم اشتريت بقصد التملك خلاص اكيد يعني كل الناس اي انسان بيشتري اي شيء هو يشتريه يقصد انه يتملك، لكن لو جاءت له عرض للربح ولا زياده يمكن يبيعه. مش معنى. سنعود الى سؤالها الثاني لكن ناخذ ام محمد من الجوف. تفضل يا ام محمد. ايوه معكم اسمر من الجوف. نعم ام اسمر. اسمر ام اسمر. ايوه تفضلي. تفضلي يا ام اسمر. استاذ الشيخ من سبع سنين رمضان. نعم تفضلي. جتني الدورة في رمضان من أول رمضان وبعدين قالوا لي ثلاث وثلاث أيام ما رجعت. كنت أنا كان يعني ما في شيء من الصباح لا بعد ما أصل وتجي الدورة وأواصل الصيام هل علي أكل؟ أنا طيب. طيب تسمعيني الجواب. جبت أواصل الصيام على معنى لي اليوم كنت هذا اليوم ما هي دائم هي الآن. تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام اسمر ان شاء الله باذن الله. عبد العزيز من السعوديه تفضل. عبد العزيز السلام عليكم. يعطيكم العافيه وشهر مبارك لكم جميع المشاهدين. وعليك السلام والرحمه. اهلا بك يا عبد العزيز. استاذ الفاضل سؤال ما يتعلق حول الايه الكريمه واوفوا بالعقود. تفضل. هل يتعلق الامر هذا في الافراد فقط ام هو يتعلق بالجماعات وفي الامم وفي الدول؟ وإذا ترتب على هذا الأمر ضرر في حال تم الإخلال بهذا المبدأ هل واجب العلماء والمشايخ التوضيح والتبيين خصوصا حين يكون الضرر بحجم الضرر الذي ألحق في الجنوب خاصة نحن نعلم من العقد الوحدة الذي تم عام 90 تم النقض عليه باعتراف الأطراف نفسها وترتب ضرر جسيم يعني أثر حتى في النفوس وأثر يعني ما هو الموقف الشرعي حيال هذا الإخلال بهذا المبدأ وعدم الإيفاء بالعقود وما تم التعاقد عليه والضرر الحاصل اليوم الذي نشاهده؟ شكرا لكم. تسمع الجواب يا عبد العزيز إن شاء الله. معنا ريم من صنعاء. تفضلي يا ريم. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. عندي سؤال للشيخ لو سمحت. الشيخ معك تفضلي. طيب الدقائق المثلج هذه اللي تجي من برا هل هي جائزة ولا لا؟ طيب وإضافة إلى ذلك النقانق هذه والدقة وهذه الأشياء حتى إن كانت محلية أنا أفضل مني إنها يعني على الشريعة ولا لا؟ طيب يلا شكرا. تسمعين الجواب يا ريم. طيب يا شيخ كان معنا برضو علي محمد من شبوة يتحدث عن مبلغ بلغ النصاب لكن هو يريد أن يشتري به أرضية أو يشتري به شيء لكن حال عليه الحول وبلغ النصاب يجب عليه الزكاة إجماعا. وبعد مسألة أنه الإنسان يريد أن يشتري بهذا المال يريد أن يتزوج يريد أن يبني هذا لا عبرة بالإيرادات يعني مال كان محجوز مكنوز حال عليه الحول وهو نصاب يزكى بغض النظر لأنه أكيد لا يمكن يوجد شخص يعني معه أموال إلا وهو يريد به شيء وليش بيجمع هذا الأموال يا يبني يا يشتري الزواج يا يريد يشتري سيارة يا لا عبرة بإيراداته لا عبرة بإرادة ما دام هو مال مكنوز نصاب حال عليه الحول يجب الزكاة بغض النظر عن لماذا ما هي الأغراض ما هي الأسباب والزكاة بإذن الله إنما لهذا المال نعم وليست نعم منقصة بإذن نعم الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ. محمد علي من السعودية يسأل أنه راح عمل عمرة وبعدين عمل عمرتين عمرة له وعمرة نوى بها لبنت أخيه. لا مانع أن الإنسان يعتمر بس يعني لا يشارك هش لا يفعل الشركة يعني يصل عني وعن نعم هذا هو يعني لا بأس أن الإنسان يعتمر عمن شاء من أقاربه بنت أخته أخي يعني زوجة المهم أي شخص من الأشخاص من أقربائه يعني يعتمر عنه لأنه يجوز الحج كذلك يجوز العمرة عن الغير لكن بشرط أن هذا الشخص الغير غير قادر على الذهاب إلى الحج هكذا يعني غير قادر على العمل نفسه لا عمره ولا حج قادر من حيث المادة ومن لا لا من حيث الجسم من حيث الجسم بحيث إذا كانت بنت أخت لا زالت شابة وتستطيع أن تذهب للحج أو العمرة إذا كان هو أشار أنها ماتت لكن هاي خلاص إذا ماتت يعني يجوز أنه يعتمر عنها قولا واحدا
أما إذا كانت شابة وقادرة على الذهاب فلا يعتمر أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. فإذا كانت يعني عاجزة يسموها الفقهاء المعضوب يجوز كذلك، عاجز عن المشي والذهاب إلى الحج والعمرة. جزاك الله خير. علي الأشموري من عمران يسأل عن النافلة، هل يجوز، هل يجب أن يقرأ أو ينبغي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة خلفها أو بعدها؟ الجماهير من الفقهاء يستحب فقط ولا يجب، الواجب هي الفاتحة فقط، لكن الأفضل أن الإنسان يقرأ معها سورة. يعني ما تفرقش مع الفريضة؟ ما بش حتى الفريضة النافذة. حتى النافذة. الفريضة الفريضة نفس الكلام، يعني لا يفرق بينها وبينها. نعم، الجمهور على أنه يجب القراءة فاتحة الكتاب فقط. هنا قول الحنفية ورأي الزيدية على أنه يجب قراءة غير مع الفاتحة، الفاتحة مع ولو آية أو سورة، آية طويلة أو سورة من ثلاث، يعني أقل شيء ثلاث آيات قصار يعني. لكن الراجح ما بالنسبة في النافلة فيعني فاتحة الكتاب تكفي إن شاء الله. إن شاء الله. أم أسمر من الجوف تحدثت بسؤال عدم انتظام الدورة الشهرية عندها. أي نعم، ماشي. المشكلة فيها أنها عدم انتظام الدورة، المشكلة أنها يعني صامت، كانت تصوم وهي فيها الدورة، وقالت تقول ما يأتيها الدورة إلا ببعد العصر وتصوم، هل هذا صوم صحيح ولا يأتي بالصوم؟ نقول هذا الصوم وجوده وعدمه على السواء، يعني المرأة إذا كانت فيها الدورة أو فيها في أيام الدورة فلا تصوم بل تفطر، وإذا صامت يعني هي مفطرة، لا تحسب لابد من قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. فإذا كانت تفعله على جهة أنه يجزئ طبعا لا شك أنها آثمة، لأنه هي الآن تخالف، لأنه تعتقد يعني صحة فعل ورد الشرع بأنه لا تصلي ولا تصوم في مثل هذا الموطن، فلا يصح منها ويجب عليها القضاء. جزاك الله خير. معنا أبو بسمة من السعودية، من الحديدة. تفضل يا أبو بسمة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. السلام ورحمة. الشيخ طيب عندي سؤال يا أخي، أنا كان عندي مطعم خبز شاهي، بعدين طلق المحل وأغلقنا المحل، طلعوا اثنين عمال راحوا يشتكوا فيها شو حقوقهم. طيب يا أبو بسمة، أنت كنت قد سألتنا بهذا السؤال. هذا أقول لك، أنا أول أمس كان كهرباء طابع عندنا، طرحت السؤال بطلع الكهرباء. والكهرباء الآن ولا؟ أشيء وضحوا لي هذا السؤال، الله يرضى عليك. طيب ولا يهمك يا غالي. نعيده بس إذا لم تشاهده أو حدث انطفاء كهرباء بصرف الإعادة مرة أخرى. الساعة الخامسة فجرا. نعم. معنا اتصال آخر. طيب معنا كان عبد العزيز من السعودية يسأل عن الآية الكريمة أوفوا بالعقود، هل ينطبق هذا على الأفراد والجماعات والشركات؟ نعم. والدول؟ هذا ظاهر العموم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي عقد من العقود، ألف جمع ومعرب الألف واللام، فهو من الصيغة الدالة على العموم عند أهل الأصول، أي عقد من العقود سواء كان لأفراد أو جماعات أو دول، وتعرض فيها يعني العقد التي يعني هو للأسف بعض الناس عند التصور أنه الوحدة الذي وقعت بين اليمن والشمالي والجنوبي فيما قبل الوحدة أنه عقد زواج، وبعدها خلوا بالعقد عن كل واحد يرجع لحاله، ما شو عقد هذا؟ هذا هو واجب شرعي، الأصل نحن يمن واحد، ما بيش حاجة اسمها عقود بين يعني شرق وغرب وشمال وجنوب، يعني الأصل أننا الأمة الإسلامية الآن آثمة عندما هي دول متفرقة، يجب على يعني يجب على الأمة الإسلامية أن تكون دولة واحدة. فإذا يعني الخلل هو كان عندما كنا منقسمين، الآن بعد ما رجعنا متحدين هذا هو الأصل، هناك مظالم، هناك إشكالات يتم حلها، كل الناس مظلومين وكل الناس ويتم دخلالات رفع هذا الظلم عن الجميع، هذا ويدعو الناس كلهم إلى، ولعل مؤتمر الحوار أيضا قد ساهم في حل كثير من هذا. لكن أنا أريد أن تزال يعني مفهوم قال لك يعني إني عقد، يعني ما أدري يعني عقد زواج، يعني كأنه هكذا بعدها طلقها ولا تحارشوا دعهم كل واحد يرحله، مش هكذا. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشل يعني وتذهب ريحكم، على الأمة أن تسعى لإيجاد الوحدة. نعم. الإسلامية الآن يجب أن يفهم الناس جميعا أن الآن الأمة الإسلامية بمظهر هذا التشتت هي آثمة، حكامها آثمون، الناس يجب أن يعلموا أن الوضع الذي هي عليه الأمة هذا غلط مخالف للشريعة، وأنه يجب أن تكون الأمة أمة واحدة وتحت قيادة واحدة ونظام واحد إلى آخره، وأنه يجب على الناس أن يسعوا لتوحيد الأمة الإسلامية.
ولا يكون مسألة إذا حدث وحدة بعدها يرجع يقال إيش بأن الأمة الإسلامية واحد ما عجبش، نقول ما بش حاجة اسمها ما عجبكش، هذا واجب شرعي ونأثم جميع الأمة. كلما توحدت أي بلد لا يجوز أن تفترق فيما بعد لأي سبب من الأسباب، وكل وليس الأسباب مجرد عقد. نعم. مش عقد هذا يا أخي، كل الأسباب تعالج بذاتها سواء ظلم أو أو شيء من هذا. ولا عبرة بالشرق والغرب والشمال والجنوب. يعني أنا أسف عندما أسمع بعض الناس يجعل المسألة ما عادش مسألة دين عندهم، يعني يقول لك الشمال والجنوب والطيب والشرق والغرب والشمالي والتهامي والزيدي والشافعي، كم من فروق. يعني نشي الآن الجنوب تقتسم 20 دولة، لقد في شمال الشمال وجنوب الجنوب الآن، يعني كلام غلط. ما بنستقرش. نعم. وهذا من ضمن مشروع تجزئة الأمة إلى أكثر من جزء. نعم. طيب يا شيخ، معنا كان ريم من صنعاء تسأل عن الدجاج المثلج الذي يباع، ما تدري هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا؟ هي الآن سألت سؤالين بالإضافة إلى النقانق والدقة ونحن. أيوه، وقالت بعض محلي إذا كان الدجاج محلي أو يصنع في دولة عربية إسلامية، يعني يذبح في دولة عربية وإسلامية، فالأصل أن ذبائح المسلمين الأصل فيها الحل كلها، ولا نسأل يعني كيف ذبحت لأنهم أصلا هم مسلمون. لكن إذا كانت هذا الدجاج يأتي لنا من بلد الكفار مكتوب على مذبوح على الطريق الإسلامي، لا طبعا لا يصدقوا في هذا. إما أن يكون هذا المصنع تبع لشخص تؤكد مثلا بعض المصانع تمت زيارتها وتبين أنهم يذبحوا على الطريق الإسلامية، فهذا الأصل فيها أن نحايش يجوز. كذلك المأكولات الغربية التي تأتي إذا جهلنا وهم أهل الكتاب جهلنا أصلا ما دريناش هم ذبحوا على الطريق الإسلامي وما ذبحوش ما عرفناش، الأصل حل طعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. متى نتوقف عن الطعام الذي يأتينا من أي دولة غير إسلامية؟ إذا تيقنا أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية أو غلب على ظننا أو شهد الشهود بذلك، فعند ذلك لا نأكل هذا. أما عندما تسأل عن النقانق يقول لك ما دراني ممكن مش ما ذبحوا في، قل لا ما داموا في اليمن، في اليمن أو في بلد عربي أو إسلامي، الأصل في طعام المسلمين الحل، والأصل في طعام أهل الكتاب الحل ما لم يأتي لنا قرينة أو دليل على أنهم يذبحون على غير الشريعة. هناك فيديوهات متداولة لعمليات ذبح تتم في بعض الدول عن طريق الصعق الكهربائي، ويعني الرفس بالأقدام والضرب بالعصي بشكل وحشي جدا يعني. وأعجب منه أنه أيهما أرأف، يعني سام هذا سام رحمة بالحقوق الحيوان، هذا من غبائهم. يعني المفروض أنه الذبح هذا أسهل طريقة موجودة ممكنة فيها رحمة لهذا الميت، لكن عندما تقوم تفعل بالخرق تثقب ذهنه وتفعل بعملية الصاق، هذا فيها إيضاء وفيها إضرار، وتدخل هذه تحت الموجودة لأنها لا تجوز من ناحية شرعية. آخر سؤال كان لأبو بسمة من الحديدة صاحب مطعم الخبز والشاهي اللي نحن قد عليه في المرة رفع العمال ضده دعوة. نعم، هذا نقول يفرق بين الشركات وبين صاحب مقهى. لو شيء بالشركة وهناك قانون العمل يلزم على أن الشركة والمؤسسة إذا فصلت أي شخص أو استغنت عنه بأنه يدفع له راتب عن كل عام من الأعوام الذي شارك فيها وغير ذلك من الحقوق الموجودة. لكن أما بوفية وغيرها فإن هذا لا يلزمه أبدا، ومن ناحية شرعية حتى ولا من ناحية قانونية، لأن هذه بهذا الشكل ليست من الوظيفة الرسمية ولم يكن هذا موجودا، وإنما يلزم إذا كان هذه الشركة أو مؤسسة تدخل تحت نظام قانون العمل حق الدولة فإنه يلزمه. لكن هو فيها بهذا الحال هو مفلس، يعني كما يقول وقال أفلس. نعم. نعم، حتى فلا يلزمه، وخاصة في البوفيات والأشياء البسيطة هذا لا تدخل تحت قانون العمل بالشكل العام، فيحكم فيها الأمر العرفي ما بش لا فيها راتب ولا شيء، إذا استغنى عنهم نتيجة وضعها كذا فليس لهم فيها شيء. جزاك الله خير يا شيخ. إذن باسمكم مشاهدين الكرام لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي على كل هذه الإفادات والإدلات، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. آمين. كما نشكركم أيضا أنتم مشاهدين الكرام الذين تواصلوا معنا عبر برنامج الفكر يمان وعبر قناة سهيل الفضائية، ونعتذر كثيرا لمن لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم رغم أن الاتصالات كانت كثيرة، لكن بإذن الله تعالى غدا موعد جديد يتجدد معكم من برنامج الفقه يمان. ألتقيكم أنا مختار الفقيه والشيخ محمد الوقشي في حلقة جديدة، حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجلى وابتسمت.